رعاية مجلس رؤساء الكنائس في الأردن، أحيت الكنائس الرسولية في المملكة وللسنة الثانية عشرة على التوالي احتفالية أسبوع الصلاة من أجل الوحدة، والتي جاءت هذا العام تحت عنوان تعلموا الإحسان واطلبوا العدل، المأخوذ من إنجيل النبي أشعيا. تفاصيل أوفى حول هذا اللقاء الكنسي الحاشد في سياق التقرير التالي. نظم مجلس رؤساء الكنائس في الأردن أمسية صلاة من أجل وحدة المسيحيين، وذلك في كنيسة العذراء الناصرية للاتين في صويفية بعمان، وقد جاء عنوان صلاة هذا العام تعلموا الإحسان واطلبوا العدل، المأخوذ من إنجيل النبي أشعيا، حيث يرمز هذا العنوان إلى المساعدة في التأمل بكلمة الله التي تدفعنا دوماً لنجدده في المحبة والسعي نحو العدل المأخوذ من إنجيل النبي أشعيا. وبهذه الروح الأخوية اجتمع مسيحي المملكة من مختلف الكنائس والرعايا والمؤسسات الكنسية والإكليروس والرهبانيات والفعاليات الرعوية، ورفعوا الصلاة بقلب وفكر واحد للرب يسوع المسيح لكي يجمعهم بالمحبة والأخوة لتعزيز الخير والشهادة التي استحقها السيد المسيح بموته وقيامته. أيها الرب يسوع، يا من في ليلة إقبالك على الموت من أجلنا صليت ليكون تلاميذك بأجمعهم واحدا كما أن الآب فيك وأنت فيه، اجعلنا نشعر بعدم أمانتنا ونتألم لانقسامنا، أعطنا صدقا فنعرف حقيقتنا، وشجاعة فنطرح عنا ما يكمن فينا من لا مبالاة وريبة ومن عداء متبادل. وامنحنا يا رب أن نجتمع كلنا فيك فتسعد قلوبنا وأفواهنا بلا انقطاع صلاتك من أجل وحدة المسيحيين كما تريدها أنت وبالسبل التي تريد، ولنجد فيك يا أيها المحبة الكاملة الطريق الذي يقود إلى الوحدة في الطاعة لمحبتك وحقك. أعطي كنائس الشرق أن تسعى إلى الوحدة والمحبة والعمل المشترك، فتشهد لاسمك القدوس أمام الناس أجمعين. باركنا، ازرع محبتك في قلوبنا، وحدنا تحت مظلة صليبك، آمين. وخلال اللقاء المسكوني دعا رؤساء الكنائس في تأملاتهم إلى الالتزام بالصلاة والمحبة، وأن نعيش صدق المحبة المسيحية التي تشكل أساس الوحدة، لافتين إلى أنه لا يمكن للوحدة المنظورة إلا أن تكون ثمرة الروح القدس، وعلينا أن نجعل دائماً من المحبة هدفاً لنا وأن نحاول تحقيقها بين المؤمنين والمؤمنات. Oh.
وأكد رؤساء الكنائس الأردنية أن صلاتهم لأجل الوحدة هذا العام انطلقت حاملة معها جرعة من الرجاء والأخوة وأمل منشود يتحد فيه المسيحيون قلبا وروحا، متضرعين إلى الرب يسوع المسيح له المجد أن يمنحنا الوحدة والمحبة والإخلاص. وفي كلمته دعا المطران جمال خضر النائب البطريركي للاتين في الأردن المؤمنين إلى الصلاة بنية عزيزة على قلب السيد المسيح وإلى عمل كل ما هو صالح وتلمس احتياجات الأرامل والأيتام والالتفات إلى المحتاجين والمضطهدين والمهمشين. ونوه سيادته بأن صلاة الوحدة هي صلاة لروح القدس الذي يوحدنا واعتراف أمام الله بخطايانا وانقساماتنا التي أبعدت المؤمنين عن الكنيسة. يقول أشعيا النبي: تعلموا الإحسان واطلبوا البر. لا يريد الله من شعبه أن يمارس العدل بالمعنى القانوني فقط، بل أن يتعلم ويعتنق مبدأ فعل الأمور الصحيحة. لا يطلب الله الاكتفاء بتقديم الرعاية للأيتام والأرامل والمهمشين فقط، بل يدعونا إلى فعل كل ما هو صالح وكل ما هو خير لهم. الكلمة العبرية الأصلية التي تدل على الصلاح تعني أن تكون سعيداً وفرحاً وأن تفعل ما هو جيد وجميل. أن تكون مسيحياً يعني أن تكون تلميذاً. جميع المسيحيين يجتمعون لسماع كلمة الله ويتعلمون معاً ما هو عمل الخير وما الذي نحتاج أن نعمله في هذا التضامن، في وقت بات المجتمع لا مبالياً أكثر فأكثر باحتياجات الآخرين. يجب علينا كأبناء لله أن نتعلم الالتفات إلى حالة إخوتنا وأخواتنا المحتاجين والمضطهدين. وفي عظة الاحتفالية التي ألقاها سيادة المطران جوزيف جبارة رئيس أبرشية الروم الكاثوليك، حيث وجه كلامه للمؤمنين بموضوع البحث عن المسيح، ليس ضرورياً أن يكون في الإفخارستية فقط، وإنما في كل شخص محتاج، معوز، مهمش، متألم. أول شيء الدينوني قائمي على أساس المحبة، على أساس المحبة قائمي دينونة الله، محبتنا للجائع، محبتنا للعطشان، محبتنا للمريض، محبتنا للسجين، محبتنا لكل إنسان معوز على أساس الله بدوننا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وأساسية جدا جدا إنه السيد المسيح يتطابق شخصه مع هؤلاء الناس، مثل ما قالنا هذا هو جسدي هذا هو دمي. اليوم عم بيقلنا هذا أنا من خلال الإنسان المريض، من خلال الإنسان الشائع، من خلال الإنسان البائس، من خلال الإنسان المعوز، من خلال هؤلاء البشر أنا بتلقوني من خلالهم. وقد شارك في احتفالية أسبوع الصلاة لهذا العام رئيس أبرشية الروم الكاثوليك المطران جوزيف جبارة ورئيس أساقفة القدس للأنجليكان المطران حسام نعوم وراعي كنيسة الأقباط الأرثوذكس القمص أنطوني الصبحي وراعي كنيسة الأرمن الأرثوذكس الأرشمندريت أفيدس أبرجيان وراعي كنيسة السريان الأرثوذكس الأب بنيامين شمعون. كما شارك في الصلاة راعي الكنيسة المارونية الأب جوزيف سويد وراعي الكنيسة الكلدانية الأب زيد حبابة وراعي كنيسة السريان الكاثوليك الأب ثائر عبا والقائم بأعمال السفارة البابوية المونسنيور ماورو للي وأمين عام مجلس رؤساء الكنائس الأب إبراهيم دبور، إضافة إلى عدد من الكهنة والرهبان والراهبات وحشد كبير من المؤمنين. وتأتي هذه الصلاة السنوية في أسبوع عالمي تدعى فيه كنائس العالم المتعددة إلى الصلاة من أجل وحدة الكنيسة ومن أجل السلام في العالم كله، حيث يعود تاريخ إطلاق الأسبوع إلى قرن مضى يحتفل به مسيحيو العالم سنوياً لطلب تلك الهبة الرائعة.